صباح خير. واش الخوت تعطلت عليكم نايت نايد البلباله ديال بصح وانا معطل عليكم هذاك الشيء علاش نطيحوا اليوم الاناره الخوت ونمشيو نرياكتي ونشوفوا البلان الخوت نايد البلباله نايد البلباله بروج ولا غوزمان حتى هو عنده مع الكلاشات غنقولوا شي حاجه كاينه الخوت هذا الشيء ما نكروش غوزمان كينعس ولكن فاش كيكون شي كلاش كينوض كيتقعد بالروج غادي نشوفوا البلان غادي نرياكتيو على كاع البلانات غادي نشوفوا البيف كامل عشناو كنرياكتي بحال هكا الرياكتي نهار الثلاث واحد قرر المهم اللي ما عرفش الثلاث كنرياكتيو على البيفات القدام الا كتبتي ماشيش البلانات نحط لك بلاي ليست هنايا فيها كاع البيفات اللي حتي الارب دينا ديجا حطيت لكم واحد السونداج الخوت دخلوا فوطيو على اين هو البيف اللي غادي نبداو الثلاث الجاي ان شاء الله ما نطولش عليكم مشيو نتمسكو نشوفو كيفاش البلان ليتس جو تايرون معروف كنضربها كيف ما جات درنا كلشي في هاد الجيم باقي مازال كل حمار فعين امو غزال كل عرباز فعين عشران وبطار قطع الوراق وشاق كل عرباز فعين عشران وبطار مهم الخوت شي حاجه كاينه اللي كاينه نقولوها اللي ما كايناش ما تقالش فهمتي اتقالوا زعما فهمتيني راكم فهمتوا البلان بروج ولا الا كان كيدق على الديب هنايا الديب بروج ولا ما كاينش تعربيز بروج وشاق بجيب لي في الجيني بجوج نالانيستر غير نتايا جيمي ايقونا فهاد الكلاش من 2015 معروف في المغرب كامل غير سول عليا كاع عارفيني سويت ناضي جماعه لوطو هنايا كنطق عليه علاش قال لي في الكلاش ديال وان شوت قال لي مرك ما معروفش بحال غوزمان جماعه لوطو شنو اخي كوزان دير الصمطه وزيد في الصوت غنكسيري غتلصخ في الكوزان كي جوني سينس اليوم بلومب يجيب زبي وناس الدوزان تحشي في اكبر في الروج في البولا يا خايل بوزان الطبيب قال لي غوزمان ما كانوش خمسه غير ما تبيه في الجمع عليك يبغيني وتا الحق هذا وقول لي شكون اللي ما كليكاش كيديروا ما بغا الا ما كانوش خمسه بلا ما تبيفاش بالروج ولكن ما قلت لكم البلان غوزمان الخوش بروج ولا كيغبر ولكن كيبان لي انايا غير في كلاسات بالروج ما بغاو نورمال حيت العام كامل كنغيب ساهل نراب في بلوطوشي ساهل نراب بكي ولاد المورفين واش اللي قلنا البلان انا دق على ولاد المورفين دق على كاملين بوز ودق على على على, على الديب علي قلت لكم بلان فهمتي قال باللي راه كيغبر نورمال حيت العام كامل كنغيب ساهل نراب في بلوطوشي ساهل نراب بكي ولاد المورفين واش الديب انا اللي مدخلش لقنش مسكون انا الجن كيخرج من القرطارك بيتي المسخون كان ماركي لك لتي شكون في الالوان ماشي غير لون تصور كتبين زويل اما فاس بين المعفون فيلاج كوم كاع ما معروف ماك شنويات بزاف صباح العيد اخر الخروف كيعجبوني بحال التمرقين في الكلاسات كيكون زوين حتى هو كيكون داخل في الكلاش كما كنقولوا ديما كنقولوا وكنعاود نقول الكلاش لي بارول بوحدهم راه ما كافينش فيا وكتبغيني حتى انا كنبغيك بغيتك بيا وفي كل تراك غتجبدني حاس بيك انت والدولي جوج قحبات غندير معاكم وغنمشي انا ناري جبد دولي بران عاوتاني توش دولي بران كيفاش اصاحبي عاجش راكم عارفين الخوت البلان اللي كان طاري اللي المهم اللي طاري ماشي اللي كان طاري اللي دولي بران ضروري ما يلوحش يتراك في شي نهار ويدق على غوزمان فهمتيني ضروري ما يدق على غوزمان ضروري شنو البلان ديال الرمان وفرطالج الله يجي كان دار واحد البيف حتى هو كان دار زويون ديال غوزمان ودولي بران وار شعل المايك من طفيح جن في الميك كترت لي بدير ما عرف شكون قاسو ماشي انا بوحدي كحسن بسنجوم ليلي ليلي كترت لي الدين ما عرفش شكون قاسو عاجل هذيك اللعبة باش كتكون لعب الزن ناري اللي شوف اللي ما لعبش الزن قدام الليسي ما دار والو كيحقد كي كلاشي شترينو راسو الغدار بدا غوزمان ريزيلي زيلي ندر راسي وما نخليش في الحرف بدلتني الوقت وليت كنشوف القلب ما نشوف لا جيب لا طرف نفسي بالليل فقشي مشاكك ما عرفتش شكون اللي خطاك فعقلي راه مرض بيسك سباك مكراتش كل نهار دي ستراك كترت لي الدين ما عرف شكون قاسو ماشي انا بوحدي كحسب تنجوم ليلي ليلي كيحقد كوبلي عاودو بالروج ولا الخوت كلاش ديستراك بان ليا ما فهمتي ما قنعنيش بالروج ولا فهمتيني ما بانش ليا شي جواب اللي قنعني كيحقد كي كلاشي شترين وراسو الغدار بدا غوزمان ريزيلي زيلي
بروز ولا اخوت كيما قلت لكم تراك ما قنعنيش فهمتيني، ما قنعنيش فهمتي، ما حسيتش بشي رد فهمتي، بشي جواب اللي غادي نقول ناري غادي تنوض البلباله فهمتي وتحمس بروز ولا فهمتي، الرد ما حمسنيش بروز. المهم الدريب راه لاح الخوت راكم عارفين، ما كاينش تعطال ما كاينش تعطال، هاد الصات هذا ديما كنقولو كنعاود نقولها الخوت، هاد الصات واعر ما كاينش تعطال ما كاينش تعطال عباد الله. دياغنوستيك دياغنوسيس هي دياغنوستيك رد دياغنو. لاباس بخير، بغيت نسولك على واحد المريض كان عندكم في العياده العام اللي فات سميتو انس غوزمان، الحاله ديالو تدهورات وما كرهناش عطينا شي تشخيص للحاله ديالو الا كان ممكن. انس بلاتي نشوف الدوسي ديالو. كنت حاطو غير هنايا. طيب ديما التمرقين ديما التمرقين، قلت لكم اصاحبي دي باش كيعجبني كيحط لك القوام فهمتيني، كيحط لك العطريه ديال الكلاشات اصاحبي. صافي لقيتو. بدات الحلمه عند الولد كان صغير سميتو غوزمان، حلمي يولي ستار مي ما كانش كيربي مزيان. ماشي ناري 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 ناري، داخله في اولد سكول الخوت تكون شي حاجه مفرقع. شوف ديب باش كان تيق فيه في كلاسات كيبان لك، شوفها باش ما يقول شي واحد داخلها بالديب ولا الديب الديب، راكم عارفيني الخوت راه المهم اللي المهم كندوي مع اللي جداد فهمتي، او ملي اول واحد كيشوف الرياكشن شي حاجه كاينه راه كاينه بالرجول فهمتيني، راه شي حاجه كاينه كاينه، اللي عندك راه عندك، ما عندكش راه ما عندكش بالرجول. الكلاس ديال سميتو ديستراك ديال غوزمان ما قنعنيش، والديب الخوت باش كيعجبني كيجاوبك على دوك لي بانش اللي قلتي فهمتيني، كيجاوبك على دوك لي بانش اللي قلتي. حلم عند الولد كان صغير سميتو غوزمان، حلم يولي ستار مي ما كانش كيربي مزيان. ماشي لافير اللي سخفانا انس لي عيان، كان كيقول غير اللي جات وتسنى هاد زيان. دابا كدق عليا اخويا الديبا كدق عليا. شوف هاد بلان هو اخر كيما ندوش عليه دابا، هاد البلان اللي قال ماشي لافير اللي سخفانا انس لي عيان، كان كيقول غير اللي جات وتسنى هاد زيان. في البدايه حياته كان موال في عيش تشان مور، كبر رعواني كل مره حياته غادا في تدهور. في الدار اكتشف الراب نهار بدا تكتب ختو، قال كيفاش والله يتك تعرفو غادي يجبد لي هاد البلان هذا، اقسم بالله عالي العظيم غوزما. شوف في الراب صاحبي عندك الراب، باش كيعجبني الراب حيت بحالو بحال الزنق فهمتيني، الراب بحالو بحال الزنق، ما خصكش تغلط ما خصكش تغلط ما خصكش تغلط. كنقول لك هذا البلان هذا الخوج كندموا عليه ديجا دولي بران، ديما ديما كندموا عليه. المهم اي واحد كيتكراش مع غوزمان كيجبد له هذا البلان ديال ختو واللعيبات. كبر رعواني كل مره حياته غادا في تدهور. في الدار اكتشف الراب نهار بدا تكتب ختو، قال كيفاش ختي كتربي وانا رطب منافتو. هاد الشي خلاه في صراع دار عندو ازمات، ماشي صفات رابر ما بانو تا علامات، بدا كيطلع على كلاس صاحبي باستوار فهمتيني. دابا بحال كيعطيك استوار والله يتعاود الليل ديب ديب عاود الليل اصاحبي. الزنقه غير مش سرجم ديال الدار، جلو تعطاه اي كي اي وقال له ترجلي الحمار. بدا كيتعلم كيف يدير تلقى كلاس وشهرو، خشاه معاه فراب ديسي كبر شوية غدرو، بغي دير طاطو باش يبان ولد الوقت في لوكا، تفرج في هاري بوتر تما دار في الحموم موكا. لا حجوج ناري 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 الكلاشات الصاحبي. شوف انتم الى لاحظتوا الديستراك ديال غوزمان كيبان لك بعض المرات كيخرج على النطاق ديال الكلاش، الديب كيخليك في الكلاش والو ما كيحطش لك شي بانش اللي كتحس به راب. المهم راب المهم كيحس لك شي حاجه ايغو فهمتيني، كيحس لك شي حاجه ايغو اللي فهمتي كيدير بها الفصيله ولا كيزيد بها التراك ولا لا، كيجاوبك اصاحبي بالكلاسات التراك كامل كل كلمه كتبان لك على هذاك خاينه اللي كيكلاشي فيه من الاخر. شي حاجه كاينه نقولوها الخوت، بغيت دير طاطو باش يبان ولد الوقت في لوكا، تفرج في هاري بوتر تما دار في الحموم موكا. لاح جوج تراكات لقى الدراري بارطاجاوه، قالوا هذا ولد المدينه حشومه علينا نساوه. كان عنده عقم في التفكير ما كاينش افكار جديده، دخلوا ماكراش يلبس سترينغ ويتعلق في حديده. اول مره طاح في شي دريه ناطق صد العدول، حيت محروم كيخدم زبو غير باش يبول، ما دارش عقلو انا يجبد لي لعيبات حيت غوزمان هو اللي جبد لي لعيبه، قال لي جبت معايا الدوزان وتواش كلو. دخل في الصداع حتى المدام ولات في الكول، خرجات بالتصريح غير حشمات تقول انس مدلول. ما عيطوش عليه في البولفار دافع كونديدا، دراري قرانو طالعين انفيتي كيتفرج حميده كون غير ناري ناري الدواسه خاسرين. هاد البلان هذا ما كانش على بالي
هاد البلان ديال البولفار ما عرفتوش ديجا واش فري ولا ماشي فري. شعليه في البولفار دافع كونتي دا دراري قرانو طالعين انفيتي كيتفرج حميدة كون غداها كون قلنا انا صدر بريكو الميطال هابط خاسر نفسه باردة فريكو. وي ديب مقاش جبت كلمه اناس حاجة راه كيجي بيا بحال كتدق عليا عشير. جبت صداع مع السبيكات صلخوه اكبر انجاز كلاش امورو في التاريخ طفوه دارو بيه لايف شدو زكريا. بلاتي بلاتي جبد لي الكارير ديالو كامله هنا فهمتيني جبد لي الكارير من ا حتى لزيد كنقول لك غير هي هي دايزه دايزه فهمتي غير المهم داكشي ديال المهم دايزه 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 اشنو كنت بغا نقول لكم فهمتي ما جاتش ضرب السيبيكاد بسميتو بهادي ولكن دايزه عرفتي علاش دايزه مازالكم ما كانش دار هاد التيم هذا ديال انه جبد لي الديسكوغرافي ديالو كامله فهمتي المهم هي راه المهم جبد لي كاع دوك اللقطات الخايبه اللي دازوا لي في حياته كون بحال دابا كان كيكلاشي وما دارش هاد البلان هذا وتجبد السي بي كات نقدر نقول لكم بغى يضرب غوزمان بالسي بي كات فهمتي السون اما هو جبد لي الكارير وكاع داكشي اللي داز وكاع داك التبيضيق اللي داز به دايزه نقيه بالرجول بكات سلخوه اكبر انجاز كلاش امورو في التاريخ طفوه داروا به لايف شدو زكريا دوك الصغيبات ما حسش براسو راجل حس واحد من الفريقان تما مشات الكارير د هاد السنه الحليب احسن خطه يقدموه باج ويضرب في الديب حيت اش عارفو غيجاوب غيطلع له الار يقدموا لي باج ويضرب في الديب فهمتي البلان والله يقدموه باج ويضرب في الديب حيت اش عارفو غيجاوب غيطلع له الارقام عارفو ما غيديرش عين مي كان اللي جبدو راه لقاه الديب عنده فلو بارول حاجه ما ناقصه هذا ما عندوش الراب وبغى يطلقها على البواج دايبو سيدين داك العراب وما يديرش معاه الفالطه رهيبه من عند الله وغنعطيه نصيحه ثابته دايبو سيدين داك العراب وما يديرش معاه الفالطه هنا يدق على بوز و انا دق على بوز حيت غوزمان قال ليه ولاد المورفين فهمتيني يبوس داك يدك العراب وما يديرش معاه الفالطه وسيدين داك العراب وما يديرش معاه الفالطه رهيبه من عند الله وغنعطيه نصيحه ثابته اول حاجه تيب في الراب لعب دوره ثاني حاجه خاصو جوج كراسه باش يولي في طوله ثالث حاجه ما غي انا فهمتي بحال كمل داك البلان ديال قال لي نتوما كاملين ولاد المورفين شوف الديب واعر الديب واعر اصاحبي راه قلت لكم ما كيحطش لك كلاش ما كيجاوبكش بشو دابا التراك يبان لك فهمتي مكالم فهمتي مكالم وكيجاوبك اصاحبي راه هادشي اللي كيسالي معايا علاش كيسالي معايا هادشي راه نورمال اللي غادي نقول لكم ولكن بكثره من الروابا كيديروا هاد البلانات هذا وان فوا كيدير شي واحد بحال هاد السيل هذا كيعجبني فهمتيني كتجاوب بالبانش فهمتيني اي حاجه تقالت عليك كتجاوبها ما كتخرجش عن نطاق الكلاش هاد العيبه الخوت راه بنادم راه خصو يولي فهم هاد التويشيه هادي راه هنا فين كيبان الكلاش بنادم واش كيكلاشي ولا ما كيكلاشيش اول حاجه تيب في الراب لعب دورو ثاني حاجه خاصو جوج كراسه باش يولي في طولو ثالث حاجه ما غيدوش وما غيشوفش كورو رابع حاجه والاهم يحاول ما يجلسش فوقو صافي الا دار هادشي غادي يكون بخير وكاينه واحد الحاجه ما قلتهاش اللي هي الموسيقى خاصو ضروري بعد من الموسيقى ضروري بعد من الموسيقى وعلى هذيك خصو ضروري بعد الموسيقى والله خويا الديب يتا اش نقول لك كنتسمعوا اخويا الديب معاك وحق الرب والله خويا تا كنتسمعوا هادشي اللي نقول لك كترياكشن الخوت ديال المهم شنو الديستراك ديال تشايرون الخوت ديال غوزمان والبلان ديال دياغنوسيس غادي نكملوا في فيديو اللي موراها جوج تراكات الاخرين الخوت نشوفوا الجواب ديال غوزمان ونشوفوا الجواب ديال ديب اخوجا باش نقول لكم باي ذا واي شرا فهمتي يلا كنسمعنا فهمتيني يلا كنتمزك كنكتشف دابا طلعوا جوج بشويه باقي ما كملش هاد ليستوار